السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم في وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا وصفة ديال الفطائر أو لي شوسون اللي غيكونوا معمرين بطبيعة الحال بخضار. هنا غنعمرو بالخضار أو بالطون، غادي يكون التشكيل ديالهم مغاير، يعني لا لي شوسون اللي ديما كنوجدو كيجي منظر زوين. بالنسبة غادي نوريكم هنايا المقادير ديال العجينة والمقادير كذلك ديال الحشوة. بالنسبة للعجينة غنحتاج 250 غرام ديال الدقيق الأبيض العادي، شوية ديال الملحة غنخلطها هنايا، خميرة ديال الخبز طرية، واحد معلقة صغيرة أو على حسب درجة الحرارة اللي كاينة عندكم. إذا كان الصهد بزاف راه كنقلو، إلا كان البرد راه كنزيدو، معروفة هادي. عندي بيضة متوسطة الحجم، عندي واحد المعلقة كبيرة تلجوج ديال زيت الزيتون أو ميوة عادل واحد 20 غرام. عندي هنايا ياغورت طبيعي كريمي من الأحسن مسوس 100 غرام تقريبا. عندي هنايا قطع ديال الزبدة غنخرجها من الثلاجة باش تولي لي لينة ورطبة، ما يعادل واحد 25 غرام ديال الزبدة. دونك هادي هي المقادير ديال العجينة. عندي الدقيق، الخميرة، الملحة، البيض، الزبدة، الزيت والياغورت. بالنسبة للحشوة غادي نحتاج بصلة، أنا هادي بصلة كبيرة غادي نقسمها على جوج، أو نتوما نديرو بصلة متوسطة الحجم، فلفل الأخضر، أربعة ديال المطيشات صغار يكونوا هكا حمر ورطب مزيان، زيت الزيتون فاش غنشحر هاد العناصر هادي كاملة، تومة، جوج ديال الولاد ديال الطون اللي في يكون في الزيت، القزبر ومعدنوس مفرومين. عندي هنايا الملحة، البزار الأسود، البزار الأحمر أو التحميرة، البزار الأحمر اللي يكون حار شوية يعطيني شوية ديال الحرورة. عندي الزعتر يابس والحبق يابس أو الباسيليك. دونك هادي هي المقادير ديال الحشوة، نتمنى ما نكونش نسيت شي حاجة. غادي من بعد غادي نشكلو هاد لي شوسون، غادي ندهنوهم بالصفار ديال البيضة، غادي نرشوهم بهاد الحبوب ديال الخشخاش هادو كيعطيونا منظر وكذلك مذاق مزيان، وغادي نرشوهم بشوية ديال الجور المفروم كيبقى اختياري إذا بغينا. دونك هادي هي المقادير، وندوزو دابا على بركة الله لطريقة التحضير. بالنسبة للحشوة غادي نكون مسخنة الزيت في المقلة، وغادي نشد البصلة من بعد ما قشرتها وصلتها قطعتها مربعات صغيرة، الفلفلة كذلك نفس الشيء غنقطعوها مربعات، وغادي ندوز باش نشحرهم بجوج. كندوز كنشحر هذيك البصلة في الزيت ملي كتسخن، كنشحرها شي شوية، من بعد عاد هي تشحرت عندي واحد الشوية، عاد كنزيد عليها هذيك الفلفلة الخضراء مقطعة، وكنكمل وكنخليهم يتشحروا عشان مع بعضياتهم. نضيف لهم شويه ديال الملح كذلك باش كتسهل عليهم انهم يغطوا، عاد من بعد نضيف عليهم باقي المقادير. هاد الاثناء هادي انا ملي كنشحر ديك الفلفله والبصله كنشدو مطيشه من بعد ما غسلناها كنقشروها ونقطعوها مربعات صغيره. بالنسبه للثومه حتى هي تقشرت، دائما كنقسمها على جوج كنحيدها الوسطاني ديالها لانه هو اللي كيعطي داك المذاق من جد ديال الثومه. من بعد عاد غنزيدهم على البصله والفلفله بعد ما تشحر عندي هاد العناصر مزيان وخدا واحد اللون ذهبي. غادي نزيد عليهم هذيك مطيشه اللي قطعت هي والثومه كذلك مقطعين بجوج. دابا غادي ندوز نضيف التوابل بحال اللي قلنا، الملح، البزار الاسود، التحميره السودانيه او الفلفله الحمراء الحاره، شويه ديال الزعتر يابسه او الاوريغانو، شويه ديال الحبق يابسه هو باسيليك، و نخلطو هاد العناصر هذه كامله. دابا غادي نضيف واحد شويه ديال الماء، قيمه نص كاس صغير ديال الماء بحال هكا، وغادي نخليهم حتى ديك مطيشه تطيب وينقص الحجم طبيعه الحال ديال الماء. ثم بحال كتشوفوا هما العناصر كاملين تشحروا مزيان وتبخر هذاك الماء اللي درنا. دابا غادي نطفيو على النار، صافي طفيت على النار، نحيدها كاع من فوق النار، عاد نزيد عليها الطون اللي معلب في الزيت من بعد ما صفيتو طبيعه الحال تماما من هذيك الزيت. وغادي نزيد كذلك غادي نزيد العلبه الثانيه بطبيعه الحال، وغادي نزيد القزبر ومعدنوس مفرومين. نحرك هاد العناصر هادو كاملين مزيان تنتجهم على بعضياتهم، ودائما تفكروا بان النار مطفيه دابا، وغادي نحيدهم نديرهم في شي طبق ونخلي هاد الحشوه تبرد تماما قبل ما نبدا العمليه ديال الحشو ديال الفطائر ديالي. بالنسبه للعجينه كنشد هذيك الخميره ديال الخبز الطريه كنفتسها شويه بيدي، كنزيد معها واحد المعلقه صغيره ديال السكر، وكنزيد معها شويه ديال الماء دافي بحال هكا، وكنحرك مزيان، كنخليها كتفاعل تقريبا واحد 10 ديال الدقائق قبل ما نضيفها للمقادير الاخرى. في البول ديال العشانه
اولا في يعني في شي غول فاش غادي نعجنو كندير الدقيق اللي مخلط معاه الملحه في الوسط، غادي ندير واحد الحفره بحال هكا، وغادي نزيد هذيك الخميره اللي ذوبتها من قبل مع السكر ومع الماء. دابا غادي نضيف باقي المقادير اللي هي الزيت، البيضه تكون في درجه حراره مطلقه، وكذلك نضيف هذاك الياغورت الطبيعي الكريمي، نخرجو حتى هو واحد شويه من الثلاجه قبل ما نبدا نخدم به. دابا غادي نشد هاد العناصر كامله، غنبدا كنعجن فيهم مزيان سواء بيدي او بالعجانه. اذا تحتاجوا الماء نزيد لهم شويه ديال الماء، ما يحتاجوا صافي ما نزيد حتى شي حاجه. من بعد تولي عندي عجينه عاد غادي نبدا نزيد هاد الطريفات ديال الزبده بشويه بشويه، وانا كنستمر في العجن. ملي كنعجنو مزيان هذيك العجينه كتولي لنا على هذا الشكل يعني منسجمه ومتماسكه مع بعضياتها. دابا عاد غادي نبقاو نزيدو داك القطع ديال الزبده قطعه بقطعه، وانا كنستمر في العجن ما كنديروهاش دقه واحده، والزبده بحال قلنا تكون لينه على هذا الشكل هذا. كنستمر كنزيد في دوك الطريفات ديال الزبده وانا مستمره في العجن حتى كتجمع لي العجينه على هذا الشكل. الاشاره ما نسيت ما قلت لكم بان العجينه ما محتاجيتش فيها حتى نقطه، ما نزيد فيها حتى نقطه ديال الماء، غير تعجنات لينا غير داك الياغورت والبيض وداكشي الاخر، ما احتاجيتش نزيد الماء. ها هي الا شفتوها بالعكس، الا شفتوها كتلصق لكم بزاف زيدوا عليها شويه ديال الطحين، ما تكثرش بزاف، واستمروا في العجن حتى تولي لكم العجينه بحال هكا مجموعه ولينه ورطبه. غادي نغطيها وغادي نخليها في مكان دافئ حتى تخمر وتطيح في الحشم ديالها. من بعد ما كتخمر العجينه هنايا عندنا، غادي نديرها فوق سطح الامل مرشوش شويه بالدقيق، غنضغط عليها شويه باش نحيد داك الهواء ديال الخميره. ودابا غادي ندير منها كويرات على حسب الحجم اللي بغيت انا، نحاول يكونوا كويرات متساويين الحجم. من بعد ما كملت العجينه ديالي كامله كورتها على هذا الشكل هذا، ودرت الكويرات كاملين فوق صفيحه ديال الفرن مغطيه بوراق سلفريزي، كنغطي عليهم بواحد الفوطه كنخليهم يرتاح واحد 10 دقائق قبل ما غادي نبدا دابا في العمليه ديال التشكيل ديال هاد الفطائر. انا خد كويره من هذوك الكويرات نبسطها شويه بيدي بحال هكا، ومن بعد بالمساعده ديال التلك نبسطها شويه، وني ما نبسطهاش بزاف حتى ترقاق. دابا غادي نشد الموس يكون ماضي، وغادي ندير جوج ديال التقطيعات، وحده من هاد الجهه وحده من الجهه الاخرى. الوسط غادي نخليه فارغ، فين غادي ندير يعني غادي نحتار دابا باش ندير الحشوه، الحشوه اللي بطبيعه الحال خليتها بردت مزيان. ودابا غادي نسد بهذه الطريقه هذه بحال اللي كتشوفوا بحال هكا وهكا، بحيث ان الحشوه كتبقى في الوسط. من بعد ما شكلناهم كنديروهم عاوتاني في الصفحه ديال الفرن مغطيه بوراق سلفوريزي، وغادي ندهنوا لهم الجوانب ديالهم كاملين. عندي هنايا صفر ديال البيضه مع شويه ديال القطرات ديال الخل باش نحيدوا داك الريحه ديال البيض، وكذلك واحد شويه ديال السكر لان كيعطينا الحموريه زوينه. من بعد ما دهناهم كاملين بالصفر ديال البيض، غادي نقدروا نديروا لهم شويه ديال الحبوب ديال البافو هذا او الخشخاش هكا من الجوانب، وكذلك يمكننا نديروا في الوسط شويه ديال الجبن المحكو، كيبقى اختياري اللي بغى يديروا يديروا، اللي ما بغاش ما يديروش. دابا ما بقينا غير نطيبهم في الفران، يكون مسخن على درجه حراره متوسطه 170 حتى 180 درجه حتى يتحمروا ويطيبوا مزيان، تقريبا ممكن ياخذوا واحد 15 ل 20 دقيقه. كنخرجوهم وكنقدموهم بالصحه والراحه. نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه ديال الفطائر ديال اليوم، تجربوها، ما تنساوش ديروا اعجاب بالفيديو، تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم، وكذلك تشتركوا في القناه وذلك بالضغط على الزر الاحمر اشتراك او صابوني. شكرا لكم بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.